السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر. تفحم سوبر ماركت بالأسكندرية دون إصابات. الخبر معنا بيقول التهمت النيران سوبر ماركت بشكل كامل في منطقة العمرية غرب الأسكندرية، ما أدى إلى تفحم محتوياته قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات. تلقى قسم شرطة العمرية تاني بلاغ يفيد بنشوب حريق بأحد المحال بشارع الكينج الجديد، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ. تبين من الفحص اندلاع حريق بمحل سوبر ماركت مغلق، ما أسفر عن تفحم المحل ومحتوياته بالكامل بسبب حدوث ماس كهربائي بحسب المعاينة الأولية. ومن جانبه أوضح اللواء أشرف بهجة رئيس حي العمرية تاني إنه جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمحلات والمنازل المجاورة دون حدوث أي إصابات. تحرر المحضر بقسم شرطة العمرية تاني وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.